بسم الله الرحمن الرحيم. جواد الفجر قد حمحم وشد لجامه مسلم. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية مؤرخا أحداث سنة 87، قال: وفيها نقضت الروم الصلح الذي كان بينهم وبين المسلمين الذي كان عقده هارون الرشيد بينه وبين ملكة الروم الملقبة أغسطة، وذلك أن الروم عزلوها وملكوا عليهم من يدعى بنقفور. كان شجاعا فكتب نقفور إلى هارون الرشيد خطابا يقول فيه: من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب، أما بعد، فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ، يعني الطائر الكبير، وأقامت نفسها مقام البيدق، طائر صغير لا يطير يمشي على قدميه، فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقا بحمل أمثاله إليها، وذلك من ضعف النساء وقلة حيلتهن، فإذا قرأت كتابي هذا فاردد إلي ما حملته إليك من الأموال وافتد نفسك به، وإلا فالسيف بيني وبينك. يهدد هارون الرشيد، يقول له: إذا قرأت كتابي فاردد ما حملته من الأموال إليك، وإلا فالسيف بيني وبينك. فلما قرأ هارون الرشيد كتابه أخذه الغضب الشديد حتى لم يتمكن أحد أن ينظر إليه ولا يستطيع مخاطبته، وأشفق عليه جلساؤه خوفا منه، ثم أمر بحبر وقلم وكتب على ظهر الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، لقد قرأت كتابك، لقد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون ما تسمع. ثم قام من فوره وأعد الجيوش وسار بها بنفسه حتى نزل بباب هرقلة ففتحها وسبى ابنة ملكها وغنم من الأموال شيئا كثيرا وخرب وأحرق. فخاف كلب الروم نقفور، خاف كلب الروم نقفور، وطلب من هارون المصالحة والموادعة على خراج يؤديه إليه في كل سنة، فوافق هارون ورجع من غزوته. الخبر ما ترى لا ما تسمع. السؤال الذي أسأل نفسي وأسألكم إياه: أين ذهبت العزة؟ أين ذهبت العزة التي كنا يوما نفاخر بها؟